وزي ما شفتوا وصلوا لي اغراض امونج اس على حساب السوني. السلام عليكم، كيف حال الشباب؟ طبعا اليوم مقطعنا راح يكون كيف تجيب اغراض امونج اس الرقصه والحقيبه من السوني او من الاكس بوكس او من النينتندو، لانه هاي الاغراض بس البي سي. فاليوم جبت لكم طريقه انكم تحصل عليها للسوني والاكس بوكس والنينتندو، فالمقطع جدا مهم وتابعوا للنهايه. قبل البدايه لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، واهم شيء لا تنسى كود الشوب. طبعا اللي صار انه امس نزل تعاقد من فورتنايت وامونج اس على الرقصه والحقيبه اللي قدامكم، ويزيد وقتها ما كان موجود في البيت وما قدرت انزل المقطع واقول لكم كيف تجيب الاغراض للبي سي، فقررت انه اليوم انزله. لكن اذا نزلته بالشكل الطبيعي انه كيف تجيب الحزمه للبي سي صار مقطع محروق. حبيت انزل لكم مقطع في فكره ما نزلت، اللي هي انك تجيب لكل منصات سوني اكس بوكس نينتندو، ما في حاجه انك تستخدم بي سي ابدا. مقطعنا اليوم ما راح نستخدم فيه البي سي ابدا، تمام؟ انت سوني راح تجيب حزمتك على السوني، انت نينتندو راح تجيب على النينتندو، اكس بوكس راح تجيب على الاكس بوكس. بس ركزوا معي بالخطوات، ما راح يكون في جي فورس وجع راس، الامور سهله وبسيطه. متجر ايبك جيم كاتبين عن لعبه امونج اس وكاتبين هون الاسئله الشائعه، بحكي لك اشتري امونج اس، اشتري اللعبه او اشتري اي حزمه. امونج اس ستارز اللي هي الستارز، كيف فورتنايت عملتها الفي بوكس، امونج اس عملتها النجوم اللي هي النجوم عند الاضافات شايفينها. بحكي لك اذا شريت اي حزمه او شريت اللعبه تجيك الاغراض اللي هي الحقيبه والرقصه. فانت لو ما عندك اللعبه حق دولار ونص ما في داعي تشتريها، اشتري عند الاضافات شايفين شو مكتوب هون، النجوم اي حزمه من النجوم، فارخص واحده هذه هي 20 نجمه، ممكن يكون حقها عندك دولار او دولار ونص. انا عندي حقه 80 سنت او 90 سنت تقريبا، ما فرق الدولار ونص عن 90 هي هي. فكيف انا يزيد راح اجيب الاغراض على السوني وانا ما عندي بي سي، او على الاكس بوكس وانا ما عندي بي سي او النينتندو؟ طريقه سهله وبسيطه، بتحتاج منك فقط جوال. فمن جوالك بتروح على جوجل بتكتب ايبك جيمز، افتح عندك الصفحه الاولى او الموقع الاول مكتوب ستور ايبك جيم، مكتوب فوق ستور شايفين المتجر. اذا نفتح متجر ايبك جيم من المتصفح من الجوال بدون استخدام البي سي. بعد هيك بدك تفتح حسابك، في عندك فوق ثلاث شحطات على اليمين، تعمل دخول من حسابك. طيب اذا كنت سوني سجل من السوني اكس بوكس افتح اكس بوكس او النينتندو، المهم يكون حسابك سوني والاكس بوكس والنينتندو مربوط بايبك. اذا مو مربوط بايبك على الفاضي شغلك، لازم يكون مربوط بايبك، لازم حسابك سوني مربوط بايبك والاكس بوكس مربوط بايبك والنينتندو مربوط بايبك. اذا مو مربوط لا تشتري ولا تغلب حالك. فلما تسجل دخول تقدر تدخل عن طريق ايبك او عن طريق السوني، لانه حسابك السوني وحسابك الايبك واحد مرتبطات ببعض، فبتفوت من الايبك او بتفوت من السوني. انا حبيت ادخل من السوني، حر انا عادي، بقدر من السوني افوت، بقدر من الايبك افوت، لانه حساب واحد بالنهايه. فسجلت معلوماتي من السوني، حطيت رمز المصادقه الثنائيه، هاي موقع المتجر كان عندي علق ما بعرف ليش. بتقدر بالحاله هاي تدور على العرض اللي نزلوه فورتنايت على امونج اس بيكون تحت، او على البحث تكتب امونج اس. فبنكتب على البحث امونج اس بيطلع لنا بالشكل التالي، عندك نظره عامه، اضافات، اسئله شائعه. الاسئله الشائعه حكينا عنها انه بيحكوا لك اشتري اي حزمه وهكذا. عندك الاضافات اللي هي النجوم، راح تشتري حزمه ال 20 نجمه اللي هي ب 80 سنت او دولار ونص ممكن تكون عندك او دولار حسب عرض بلدك. فانا راح اشتري هاي الحزمه ارخص حزمه بدون ما اشتري اللعبه، عن طريقه راح يعطوني الحزمه كامله اللي هي الرقصه والحقيبه. فبتقدر تشتري عن طريق باي بال، عن طريق المحفظه، وعن طريق الفيزا. فحطيت المعلومات وشريت، كتبوا لي ثانك يو، تم الشراء بنجاح، دفعت تقريبا اقل من دولار. يعني الان المفروض تجيك الاغراض بحسابك السوني، انت ما بتحتاج بي سي، ما بتحتاج تفوت على البي سي، خلاص ارجع على حسابك، ارجع على منصتك سوني، افتح من السوني، اكس بوكس على الاكس بوكس، نينتندو على النينتندو، تمام؟ فالان انا صورت بالسوني، شوف كيف هاي اللعبه من برا، هذا اول دخول الي على اللعبه، بنفوت على اللعبه وحملت لودنج بالشكل الطبيعي، وشايفين كتبوا لي تم استرداد عناصر المشتري اللي هي بيرشيست ايتم ريديمد. اول ما تفتح عندك اللوبي بيعطوك الحقيبه بالسوني، هاي حقيبه امونج اس وهاي الرقصه. فهي الطريقه مهمه جدا بدون ما نستخدم بي سي ابدا. طبعا الحقيبة الحلو فيها إلها استايلات كثير، هذه استايلات الحقيبة كلياتهم شايفين كيف؟ فالطريقة ناجحة وفعالة وسهلة جدا، بس كل عليك تستخدم جوالك وبس. هسا الآن في عرض ثاني عاملينه كمان فورتنايت، أنت شريت حزمة الستارز النجوم وأعطوك الأغراض بحسابك مجانا. بيحكوا لك كمان فورتنايت لو أنت شريت كمان حزمة ثانية، أي حزمة ثانية غير اللي شريناها أو نفسها مثلا مرة ثانية، بيعطوك الآن 600 في بوكس، يعني بتقدر تدفع هسا الآن كمان دولار وبعطوك 600 في بوكس. طيب انتهينا من الشرح، كان شرح واضح وبسيط. الان في كلام موجه لبعض الاشخاص اللي ممكن يخطئوا، اذا انت حسابك السوني مو مربوط بايبك لا تسوي الطريقه. بنفس الكلام للاكس بوكس والنينتندو، مو مربوط بايبك لا تسوي الطريقه ولا تشتروا العرض ابدا، ما راح ينفع. اذا حسابك مربوط بايبك لكن ما بتعرف تفتح الايبك، بس بتقدر تسجل عن طريق السوني وفتح عندك موقع ايبك جيم على الجوال من السوني بس هو نفس الحساب مرتبط، اوكي راح ينفع. فاليوم قدرنا نفيد جماعة السوني والاكس بوكس والنينتندو. لا تقصروا معنا باللايكات ونشر المقطع الله يسعدكم، واذا ما كنتم مشتركين في القناة اشتركوا فيها، لان كل ما تنزل اشياء للبي سي دائما بنزل مقطع لجماعة السوني والاكس بوكس حتى الكل يقدر يجيب الاغراض مو بس جماعة البي سي.
فبس من هاي اذا ما كنت تشترك في القناه اشترك فيها، فعل زر الجرس، لا تنسى كود الشوب وازد واي دي دي. اذا واجهتك مشاكل اكتبوا لي بالتعليقات، راح احاول اقرا كل التعليقات. وبس ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامه.